الجمعة 30. كل المصلين غاضبين على الإمام، راهو يناشد في السلطة الطاغية. راهو يدخل السياسة في الدين. الإمام مسجد الرحمة ميسونية. والمصلين راهم يغادروا المسجد قبل صلاة الجمعة. راهو يسيس 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 الدين في المسجد. راهو ضد الحراك. والناس يتغادر على كل حال. ربي يهدينا ان شاء الله، ما ناس نشجعوا هذا الشيء، ما يدخلش سياسه في الدين. الله اكبر. بلا فلوس.